السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مشروب للصيف. هو سهل جدا، بيتعمل بالقهوه والاوريو واللبن. نفس فكره الدلجونه كوفي، بس يعني ما بنوصلش للقوام الفوم بتاع الدلجونه. كل اللي بنحتاجه ان احنا باكت اوريو، بنكسره زي ما انتم شايفين كده لحد ما نخليه باودر قدر الامكان. بعد كده بجيب النسكافيه بتاعي، حطيت 4 معالق صغيرين، وبحط ضعف الكمية سكر، يعني حطيت 4 حط 8 من السكر. طبعا انتوا السكر تقدر تحكمه لو عايزين اكتر ويبقى محلي اكتر، بس ده بيبقى كافي بالنسبة لي. بعد كده بحط شوية مية وابدأ اضربهم. زي ما قلت لكم انا مش هوصل للقوام الفوم، بس على الاقل هخليه قوام متماسك وتقيل شوية. تقريبا العملية ما بتاخدش دقيقتين، وبعد كده بوصل للقوام اللي انا عايزه. طبعا ده بيعتمد على قوة المضرب اللي انتوا شغالين بيه. بعد كده بجيب كوباية وبحط فيها شوية تلج، ببدأ أضيف الحليب بتاعي. أنا اشتغلت هنا بحليب خالي الدسم عشان أخليه خفيف قدر الإمكان. عايزين تشتغلوا بكامل الدسم مفيش مشكلة. بعد كده هبدأ أحط القوام اللي أنا عملته اللي هو النسكافيه المضروب. طبعا بحطه على الوش عشان بس يعني بفرده على المعلقة الأول على أساس أوزعه كويس. بعد ما أخلص المرحلة دي هبدأ أضيف الأوريو بتاعي اللي أنا عملته، برضو بوزعه على كل الوش بتاعي على اساس اعمل طبقة من الاوريو. بعد كده اخر مرحلة ان انا بحط بس شوكولاتة رافاييلو، وبقلب وبالهنا والشفا. جربوه، ولو عندكم اي ملاحظات تقدروا تسيبوها لي في الكومنتات، واستنوني في وصفات جديدة ان شاء الله، وهعمل لكم وصفات اكتر لمشروبات الصيف.